الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط هاديا إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى يا أكرم الأكرمين. وبعد، في اللقاء 27 من علم التجويد وصلنا إلى النوع الثالث من أنواع المد بسبب الهمز، وهو مد البدل. وقلنا أن المدود الفرعية تقف على، إما أن تقف على همز قسمان، قسم يقف على الهمز وقسم يقف على السكون. وقد تكلمنا على المد الفرعي بسبب الهمز في المد المتصل والمد المنفصل، واليوم هو النوع الثالث وهو مد البدل. فما هو مد البدل؟ هو أن يتقدم الهمز على حرف المد، حرف المد الطبيعي الألف والواو والياء، ولا يكون بعده همز أو سكون. يعني هو كل همز ممدود، كل همز ممدود، يعني يكون قبل حرف المد همز. مقداره حركتين، اللي هو القصر المد الطبيعي، ما عدا ورش عنده مقداره حركتين أو أربع أو ست حركات، لكننا نتكلم في حفص. سبب تسميته مد البدل ليه؟ لأن حرف المد مبدل من الهمز غالبا. مثاله آدم، آدم أصلها أدم، 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 صعبة عند العرب، فنستبدل همزة القطع الثانية بحرف مد من جنس حركة الأولى فتصبح آدم. وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. طيب، سمي بدل لأنه بيقع تحت القاعدة الصرفية، وهي إذا اجتمع همزتان في أول الكلمة أولاهما متحركة، يعني عليها علامة ضبط شكلي، والثانية ساكنة، تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا. تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا. آدم، آدم. صور وحالات مد البدل: أن يكون ثابتا وصلا ووقفا، وذلك عندما يكون في أول الكلمة، مثل قولي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وآمن، آمن في سورة البقرة، في سورة يونس إي وربي، إي وربي، إي الهمز يلي حرف المد الإيه الياء، إي وربي، آمن الهمز يلي حرف المد الألف، أنبئوني، أنبئوني، أنبئوني. هنا وقعت الإل بعد حرف بعد الهمز حرف الواو، حرف المد الهمز يلي حرف المد الواو. يبقى أن يكون ثابتا، ثابتا وصلا ووقفا، وصلا وقفا، سواء وصلت أو وقفت هتقولها إي وربي، إي أنبئوني. أن يكون ثابتا وصلا لا وقفا، ثابتا وصلا لا وقفا، في الوصل للوقف، في الوصل للوقف. مثل إيه؟ الخاطئين مستهزئون. في المثالين السابقين في حال وصل الكلمة بما بعدها يكون المد بدل بمقدار حركتين،
إنما نحن قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذا عند الوصل، مستهزئون الله هكذا. عند الوقف بيصبح عارض للسكون، عارض للسكون، ومقداره حركتين أو أربعة أو ستة، والعارض للسكون أقوى من مد البدل، فبالتالي بيغلب إيه؟ بيغلب مد الإيه؟ البدل. نهمل مد البدل ونأخذ بالمد العارض للسكون، يعني عند الوقف هنقول إيه؟ قالوا إنما نحن مستهزئون، مستهزئون، أو نخليها حركتين، مستهزئون، على أنها مد عارض للسكون. ثلاثة، أن يكون ثابتا وقفا لا وصلا عند الوقف. وجاءوا، وجاءوا، لو وصلتها، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يكون ثابتا عند الوقف لا عند الوصل. حرف المد هنا هو الواو، فعند الوقف على كلمة جاءوا يكون المد مد بدل. ليه؟ لأن الهمزة متقدمة على حرف المد، ومد بمقدار حركتين. طب وعند الوصل نجد أن حرف المد يليه همز، فيكون مد جائز منفصل، وهو أقوى من مد البدل، فيتقدم عليه ويمد بمقدار حركتين أو أربعة أو خمسة. فأقول عند الوقف وجاءوا حركتين، عند الوصل وجاءوا أباهم حركتين، وجاء على أنه مد منفصل لأن من بعده همزة، وجاءوا أباهم أربعة، وجاءوا أباهم عشاء يبكون خمسة. رابعا، أن يكون ثابتا في الابتداء لا وصلا. الذي اؤتمن، الذي اؤتمن، الذي اؤتمن، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. طيب السماوات ائتوني، في حالة الوصل بتسقط الهمزة الأولى وبينطق بها همزة قطع في الثانية. الذي اؤتمن السماوات ائتوني، والسماوات ائتوني. طيب تبدل همزة القطع الساكنة عند الابتداء، حالة الوصل بتسقط الهمزة، همزة الوصل الأولى وينطق بها همزة القطع الثانية. السماوات ائتوني، الذي ائتمن. لكن عند الابتداء بيحصل إيه؟ عند الابتداء تبدل همزة القطع الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبله اللي هي همزة الوصل، فأقول الذي ائتمن، الذي اهت، الذي، الذي ائتمن، الذي ائتمن، أم لهم شرك في السماوات ائتوني. عند الوصل أنطقها هكذا ائتوني، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بالله، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.